برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي وصلنا لفقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها مع حضراتكم أهم الأخبار بالمواقع المحلية والعالمية، وهيكون معانا فيها الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الفل دكتور محمد، منورنا في صباح البلد. صباح النور على حضرتك، أهلا وسهلا. دكتور محمد، عندنا النهاردة مجموعة من الأخبار المختلفة والمتنوعة، اسمح لي نبدأ مع حضرتك بخبر يخص المصريين بالخارج. نبدأ جولتنا مع حضراتكم بخبر أعلنت فيه نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إطلاق منصة إلكترونية رسمية للترويج عالميا لفعالية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة المقررة في 2 أكتوبر المقبل، وده برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. تم الاتفاق على أن تتزامن الحملة مع شهر النصر واحتفالات مصر القومية في شهر أكتوبر العظيم، مع البدء في الإعلان عن مواقع التبرع من اليوم لإتاحة المجال للمشاركين في دعم المشروع القومي حياة كريمة. دكتور محمد، كنا لي سنوات طويلة في السابق بنعاني من فكرة أن المصريين في الخارج في حالة كده من عدم التواصل مع الوطن الأم في الداخل، وإن كانت في تحويلات ولكن أنا بتكلم على الارتباط المعنوي. دلوقتي الحقيقة في مبادرات إيجابية كبيرة جدا بتقوم بها السفير نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتكلم عربي وغيرها من المبادرات، وفي جسر من التواصل سواء في الانتخابات أو في أي استحقاقات دستورية. عندنا يعني بصدد إطلاق منصة إلكترونية لجمع التبرعات للمساهمة في واحد من أهم المشروعات الإنسانية المصرية حياة كريمة. كيف تشاهد هذه المبادرة وإطلاق منصة إلكترونية خاصة مع التزامن مع احتفالات شهر أكتوبر العظيم؟ يعني المبادرة من حيث فكرتها ومن حيث توقيتها مبادرة إيجابية للغاية، بتمثل مأسسة لإيجاد قنوات اتصال حقيقية ما بين الدولة المصرية أو المصريين في الداخل من ناحية والمصريين في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة من ناحية أخرى. من حيث التصور الأساسي لتلك المبادرة أن هي بتمثل امتداد أو تراكم لما حدث زي ما حضرتك أشارتي، يعني الوجود الملموس للمصريين في الخارج فيما يتعلق بالاستفتاءات الدستورية، الاستحقاقات الانتخابية، وبالتالي إيجاد قناة اتصال معهم، في إيجاد منصة خاصة وإن المصريين في الولايات المتحدة، أنا ابن عمي على سبيل المثال في ميرلاند في الولايات المتحدة بيتكلم حوالين كل نطاق بيشتغل عليه إزاي إن مصر بتتغير بدرجة كبيرة، إزاي في مشروع قومي لتطوير الريف المصري الحياة كريمة، وبالتالي في إسهامات أنا أعتقد سوف تكون ملموسة من جانب المصريين في الولايات المتحدة، وربما يتم تعميمها في مرحلة لاحقة على المصريين في أوروبا أو المصريين في بعض الدول العربية، بحيث أن هم يبقوا جزء من المنظومة الأكبر في تفعيل قنوات اتصال أكثر ديناميكية وأكثر تواصلاً خلال المرحلة المقبلة. إلى أي مدى حضرتك شايف أن ده سيؤثر إيجابياً مشاركتهم في المشروع القومي والمبادرة الإنسانية الراقية جداً حياة كريمة؟ إلى أي مدى سيؤثر عليهم إيجابياً بإحساسهم بالوطن طول الوقت وبالتغيرات اللي بتحصل فيها؟ شوفي حضرتك، أنا شايف يعني بتعبير الطرق التأثير رايح جاي، يعني تأثير على المصريين في الخارج وتأثير على المصريين في الداخل. تأثيره على المصريين في الخارج لأن في قطاع عريض منهم بيحاول ان هو يساهم بشكل او باخر في تنمية الوضع الداخلي المصري، خاصة ان هو شايف بعينيه ان في ملامح للتغير في الحضر وفي الريف، وفي بعض الملفات اللي كان بعض رؤساء الجمهورية في فترات تاريخية سابقة ما حالفهمش الحظ او ما كانش فيه فيجن محددة للتطرق من هذه النوعية من الملفات الضغط. جزء من المصريين بقى في الداخل بيشير الى ان خاصة واللي هم اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية يعني مش جيدة، ان في نوع من المسؤولية المشتركة والرغبة في احداث
توازن معيشي واقتصادي واجتماعي. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لهذه المنصة الإلكترونية. اسمحي ننتقل مع حضرتك لخبر آخر ونقرأ تصريحات للدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة. أكد على أن البرنامج بيوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم وتعتمد على الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة. لافتا إلى أن اللقاء التشاركي مع القطاع الخاص لبحث سبل التعاون في دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل من مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة أسفر عن توفير حوالي 4500 فرصة عمل من مختلف الشركات اللي حضرت وقدمت عروض بالتدريب والتوظيف في شركاتهم الموزعة في مختلف المحافظات. الحقيقة هنا احنا بنتكلم عن برامج دعم معنوي ومادي وتمكين اقتصادي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي الحقيقة المشكورة بتقوم بهذه الأنشطة بشكل مستمر. تأثير ذلك على محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية خاصة ان احنا عندنا مجالات كتير مختلفة ومتنوعة للدعم. شوفي حضرتك، أهم شيء هو مسألة التطور بتاع الفكرة، ومن الملاحظ ان التحول من فكرة الدعم الى مرحلة التمكين ده بيجعل الأفراد، يعني زي ما المثل الصيني بيتقال، ما تدينيش سمكة لكن اديني صنارة اقدر اصطاد بيها هذه الاسماك. وبالتالي اشعار قطاع منهم بانهم جزء من هذه المنظومة ليس لمجرد تلقي اموال من هذا القبيل هي مسألة الدعم المالي او النقدي، وانما مسألة توفير فرص عمل، لانها بتجعل ان هذا المواطن هو شريك اساسي في هذا المشروع ويؤدي الى تمكينه في مجالات زي ما حضرتك بتقولي مجالات مختلفة وليس حصره في مجال بعين، خاصة وان المستهدف في الحصر الاخير من عمليات التنمية هو المواطن. مزبوط. بدعمه ماليا، مشاركته اقتصاديا، تعديل اوضاعه معيشيا. وبالتالي انا اعتقد ان الدور اللي بتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي مشكورة جدا. طب اسمح لي واحنا بنتكلم عن الدور القوي اللي بتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، واحنا بنوجه كل التحية والتقدير لوزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على هذا المجهود وفريق العمل الكامل المتكامل على هذه المبادرات. ينضم الينا عبر الهاتف الان المستشار الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة. صباح الفل على حياتك دكتور عاطف. وعلى كل المستمعين. الحقيقة دكتور عاطف احنا بنتوجه لحضرتك بكل الشكر والتقدير على هذه البرامج الهامة جدا اللي بتقدم كل الدعم لكل المواطنين في كل ربوع مصر المحروسة. كلمنا حضرتك عن هذا البرنامج التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة وازاي بيتم حصر المستفيدين، وخاصة احنا بنتكلم على 4500 فرصة عمل وده رقم هائل جدا. هو الحقيقة زي ما حضرتك تفضلتي في الحوار الشيق اللي استمعت له، ان برنامج وزارة التضامن الاجتماعي بتحاول تواكب التطور اللي بيحدث في الدولة وبتوفر برامج وأنشطة ومشروعات بتناسب الفترة اللي احنا فيها الحقيقة والتحول اللي حضرتك ذكرتيه. وأفكر مستمعين ان شعار برنامج فرصة والتحول من الدعم او من الرعاية الى الانتاج. الحقيقة ان احنا بنوفر منظومة مبنية على مناهج جديدة، يعني الحقيقة بنطبقها لأول مرة، بمعنى اول حاجة ان احنا عندنا قاعدة بيانات المتلقين المساعدات الاجتماعية والدعم النقدي المشروط، المتلقين واللي تم رفضهم، يعني قاعدة بيانات تقريبا فيها 34 مليون مواطن بكل تفاصيل الأسر وأفرادها وخبراتهم أو مستواهم التعليمي وأماكن تواجدهم. الخريطة دي قاعدة البيانات بتسمح لنا إن احنا نرسم خريطة نبني عليها التدخلات اللي احنا بنركز فيها على حاجتين. أول حاجة الأفراد القادرين على العمل اللي هم في سن العمل في قاعدة البيانات دي بياخدوا المساعدات أو ما بياخدوهاش، اللي هم في الغالب بيكونوا ما قدروش يدخلوا سوق العمل، ما قدروش يتحصلوا على وظيفة أو ما عندهمش أنشطة اقتصادية ولا حتى يعني ولا هم انضموا حتى الأسر المنتجة ولا شيء. فبالتالي دول اللي بنبدأ نتوجه لهم، بنعمل لهم طرق أبواب، بنجيبهم في جلسات للتهيئة والتحفيز وتغيير التوجه، واحنا بنقول عليها تغيير السلوك، وبنطبق عليهم بعض مناهج جديده في الاقتصاد السلوكي، ان احنا ازاي نحفز الافراد ان هم يعملوا حاجه
وازاي نقدر نبيع فكره الانتقال والخروج من دايره المساعدات او منطقه الراحه، وبعدها نعمل لهم يعني نوع من انواع مقابله شخصيه للتعرف على سماتهم اللي احنا بيقولوا عليها ارشاد وظيفي، ومن ثم نبدا نشوف الافراد اللي راغبين ان هم يعملوا مشروعات امنه منزليه او مشروعات مجموعات، بنحاول نقسمهم لمجموعات ونركز على ان احنا نعمل منهج لسلاسل القيمة ان هم يشتغلوا مع بعض في مجموعة ما يكونش فرادة، لان هم مستواهم في الغالب عندنا الامية 62% تقريبا في الفئة دي، وعندنا ان موجودين 70% منهم في الصعيد اللي هو ممكن ما يكونش فيه انشطة اقتصادية كبيرة للتوظيف، فبنركز على دراسة البيئة الموجودين فيها ونوفر لهم ادوات الانتاج مش التمويل، لان ادوات الانتاج بتكون مستدامة كمان دكتور عاطف وبتكون جاهزة للانتاج وانه يطلع عائد، وبنفس في الوقت احنا دارسين التوجهات يعني مثلا مع وزارة الزراعة ومع منظمة الغذاء العالمي الفاو والدبليو اف بي، الحقيقة ان احنا بنشوف ايه الفرص، الوزارة مركزة على ربط التمكين الاقتصادي بالفرص الاقتصادية اللي موجودة في أماكنهم، وخاصة الحاجات اللي ليها علاقة بالإنتاج الزراعي والحيواني، يعني في كمية كبيرة من المنتجات خاصة الثمار زي الطماطم زي الفراولة زي البرتقال زي الرمان زي الخرشوف، الأشياء دي اللي هي بتتم مباشرة بيعها كثمار بينما ممكن إجراء عملية فيها تأشيرها أو تجفيفها أو تعبئتها، وده بينتج فرصة عمل لو عملنا ورشة صغيرة أو وحدة إنتاجية بنقول عليها. طب دكتور عاطف توظيف هذا الآخرين اللي احنا كنا بنتكلم عليه امبارح، إن فعلا في مناطق كتيرة في أنشطة اقتصادية والدولة عملت مناطق صناعية بالذات في الصعيد، لكن الشباب لسه مرتبطش بيها، فبالتالي احنا منهجيتنا مختلفة عن المنهجية التقليدية في ان احنا بنركز على الشواغر او فرص العمل الموجودة في المناطق اللي هي بناخدها زي لقاء امس مع القطاع الخاص، ونبدأ ندور في قواعد البيانات ونشوف مين اللي بينطبق عليه ونعمل المقابلات ونعلن عنها ونجيب الافراد الملائمين للوظائف دي ونوديهم للشركات ونشرف لمدة من 3 لـ6 شهور على توظيفهم، بحيث ان احنا نضمن ان احنا فعلا احنا مش بنعمل التأهيل هي وجاهزية سوق العمل، لا احنا بنروح نجيب وظائف مبدئية مطلوبة في السوق في الأماكن اللي هم متواجدين فيها وندربهم عليها بالتعاون طبعا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لأن هو الحقيقة ان احنا في مصر عندنا مع كل المبادرات الرئاسية والأنشطة الكبيرة كمية كبيرة جدا من فرص العمل اللي بتخلق، لكن لها يعني ما بيتمش أو لا يوجد شباب مؤهل لتخصصاتها أو الشباب ما يعرفوش عنها أو ما بيتمش التواصل بشكل جيد. طيب. فبالتالي احنا بنشتغل على محورين، أما ان احنا نديم أدوات إنتاج أو ندربهم ونوظفهم. طب اسمح لي دكتور عاطف أخيرا، أي حد دلوقتي بيسمعنا وبيشوفنا ونفسه ان هو يكون من الحاصلين على أحد هذه الفرص، المفروض ان هو يعمل إيه ويكون مؤهلاته إيه بالظبط؟ الحقيقة ان احنا وزارة التضامن الاجتماعي أسست داخل مديريات التضامن وحدة للتمكين الاقتصادي اسمها وحدة التدريب والتوظيف، فاحنا عندنا تقريبا 4 طرق للتواصل معنا، اما ان هو يروح مديرية التضامن او وحدة الوحدة الاجتماعية اللي تابع عليها في القرية اللي هو فيها، هيقابل هناك المكلفات وميسرات الاجتماعية التابعين للوزارة اللي هم بيشتغلوا دلوقتي في برنامج فرصة، تقريبا الوزارة مسخرة كل قواها. الحاجة الثانية ان هو يتكلم الخط الساخن بتاع الوزارة او يدخل يسجل على موقع الوزارة ويشوف برنامج فرصة. طبعا انا في النهاية نظرا يعني عدم إمكانية دخول كل الأفراد والتسجيل على المواقع، احنا بنخلي ان هو يتواصل مع الوحدة الاجتماعية او مديرية التضامن اللي منتشرة في كل المحافظات والوحدات الاجتماعية موجودة في معظم القرى، فبالتالي احنا بنروح للشخص بالطرق المختلفة بالطرق التقليدية اللي هو يتقابل مع الميسرة اللي هي الأول مكلفة الخدمة العامة اللي هي بتعمل برنامج فرصة أو أنه يسجل على موقع الوزارة، الحقيقة أيا كان أسهل. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة على هذه المداخلة وهذه المعلومات، وكل التوفيق إن شاء الله لكل المتقدمين والتوفيق كمان لحضراتكم، الحقيقة مجهود يعني رائع جدا مبذول من قبل وزارة التضامن الاجتماعي. اسمح لي دكتور محمد ننتقل لي خبر آخر لي علاقة بالتعليم. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير هام، هذا التقرير سلط الضوء على استراتيجية الدولة
إصلاح وتطوير التعليم الفني لفتح آفاق جديدة خاصة في سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية، وذلك في ظل الخطة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية. أوضح التقرير محاور استراتيجية التعليم الفني والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتشمل المحاور أيضا تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين حقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة، وأنه من المستهدف زيادة نسب الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية والحاصلين على مجموع أعلى من 85% ل 20% عام 2030. دكتور محمد، احنا لفترات طويله جدا بنتكلم عن اهميه التعليم الفني واهميه الاهتمام بالتعليم الفني والارتقاء بيه، وفي كده حاله من العزوف في المجتمع نوعا ما، لان في صوره متاخده عن التعليم الفني ان هو بتاع الناس الاقل في المستوى الذكاء، الناس الاقل في المجاميع. في مجهود من الدوله دلوقتي مبذول للارتقاء بتغيير الصورة النمطية على التعليم الفني، حضرتك شايف تأثير ذلك على إقبال العديد من الطلاب في الفترة المقبلة إن شاء الله؟ يعني هو في محاولات طبعا مختلفة بتقوم بها الدولة للارتقاء بالتعليم الفني، بدليل إن الوزارة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتالي التعليم الفني مهم جدا للغاية. لكن أما نيجي نشوف يعني في جزء من تراجع الاهتمام، ان ما كانش فيه اهتمام في فترات سابقة من جانب الحكومة ان هو يبقى جزء من محاور تطوير العملية التعليمية ككل. جزء تاني مرتبط مش بالحكومة او بالدولة، لكن مرتبطة بالصورة الستوري تايبز، الصورة الذهنية اللي عند الملتحقين بهذا النمط من التعليم، رغم ان هو كان طوال الوقت بيطلع يعني كما يقال بالمصري أسطوات. احنا بنتكلم ان ازاي اليوم بتتلفف حرير طبعا في كل المجالات يعني. وجزء من الدور اللي كان بيقوم به العامل المصري مش في داخل حدود وطنه وانما خارج حدوده، كان جزء منه لتطوير للعلاقات المصرية الخارجية. فربما يمكن البناء على مثل هذه الاستراتيجية بدرجة كبيرة، ويتم تقييمها وفق مديات زمنية مختلفة. يعني نبتدي نقيمها مثلا من سنة 3 أعوام، ايه المردود اللي هي قدرت تحقيقه؟ لان الهدف مش ان انت تطلق مبادرة، وانما كيف يمكن متابعة هذه المبادرة بدرجة كبيرة. لان اما نيجي نشوف حتى في المرحلة الاعدادية الحاجات الخاصة او الحصص المرتبطة بالزراعة او التدريب المنزلي او التدريب على بعض الحرف، ما بقاش الاهتمام فيها واضح. لكن هذه هي زي ما نقول كده ايه، صرخة نداء للتعليم الفني، خاصة وان دول متقدمة جدا التعليم الفني جزء لا يتجزأ من التعليم الفني. كنت لسه هتكلم عن التجربة الألمانية بدرجة كبيرة، وده يعني مخلية التعليم بيسير على قدمين، التعليم العام والتعليم الفني. كل التوفيق إن شاء الله لهذه المبادرة. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. نورتنا يا فندم، وشكرا على قراءة حضرتك الممتعة. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده انتهت أخبارنا. دلوقتي هنروح لفاصل قصير، وبعد الفاصل إن شاء الله نستمر مع حضراتكم في فقرات برنامجنا. تابعونا.